حقائق مذهلة لا تعرفها عن الفضاء. هناك الكثير من الحقائق والمعلومات عن الفضاء ونظامنا الشمسي والمجرة لا نعرفها بعد. فالفضاء شاسع، مع مليارات المجرات والنجوم والكواكب في نظامنا الشمسي لم يتم استكشافها بعد أو فهمها بشكل كامل. فمعرفة العلماء بالفضاء تتطور دائماً هناك، ومع ذلك قمنا بجمع بعض الحقائق المذهلة والرائعة عن الفضاء. الفضاء خال تماماً من الأصوات، لا يوجد غلاف جوي في الفضاء، مما يعني أن الصوت ليس له وسط أو طريقة للسفر حتى يمكن سماعه. أسخن كوكب في المجموعة الشمسية لدينا تصل درجة حرارته إلى 450 درجة مئوية. الكوكب الأكثر حرارة في المجموعة الشمسية هو الزهرة، ويبلغ متوسط درجة حرارة سطحه حوالي 450 درجة مئوية. هل تعلم أن الزهرة ليست الكوكب الأقرب إلى الشمس؟ فالكوكب الأقرب هو عطارد، لذلك قد يعتقد البعض أن عطارد هو الأكثر حرارة بسبب قربه من الشمس، ولكنه لا يمتلك جواً ينظم درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في درجة الحرارة. غروب الشمس على المريخ يبدو باللون الأزرق الغروب على المريخ، وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية يظهر باللون الأزرق للمراقبين البشر الذين يشاهدون من الكوكب الأحمر، حيث يجعل الغبار الدقيق اللون الأزرق قرب جزء السماء القريب من الشمس أكثر وضوحاً، في حين يجعل الضوء الطبيعي الأحمر للنهار لون الغبار الصدئي الشائع على الكوكب الأحمر هو الأكثر وضوحاً للعين البشرية. اليوم على كوكب الزهرة يزيد عن العام على الأرض، يدور محور كوكب الزهرة ببطء، وتستغرق دورته اليومية 243 يوماً على الأرض لاستكمال يومه، ويستغرق مدار كوكب الزهرة حول الشمس 225 يوماً على الأرض، ما يجعل يوم على الزهرة أكثر من عام على الأرض،